بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. ما أحوجنا في هذه الأيام الاستثنائية إلى الاستبشار بهذه الآية الكريمة والتخلص من روح التشاؤم واليأس. قال حكيم لابنه: يا بني، إذا رأيت الليل يسود ويسود فاعلم أن الفجر قريب، وإذا رأيت الكرب يحتد ويحتد فاعلم أن الفرج قريب. مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نجم مصر. النهاردة هيكون معانا مفاجأة من العيار الثقيل، هيكون معانا الكابتن أحمد إبراهيم والكابتن عبد الرحمن طه. قبل ما استقبل ضيوفي حابب أتكلم في أكتر من نقطة، وهيكون معانا في مداخلة تليفونية الشيخ عاطف أحمد. هنتكلم في موضوع أو في حديث الساعة. ناس كتير بتتكلم، ناس كتير حصل لها إحباط، ناس كتير بتعاني من بعض اليأس بسبب هذا الوباء المسمى بفيروس كورونا. هناخد معانا الشيخ عاطف أحمد. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عاطف، أهلا وسهلا كابتن. أخبار حضرتك؟ نحمد الله رب العالمين. كثير من الناس يشعرون بالخوف والهلع بسبب هذا الوباء. كثير من الناس أيضا الحافز والطموح لديهم بيقل. رسالتك هنا لكل المصريين تقول لهم إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله الرسالة واضحة جدا يا كابتن. يعني كل أهالينا في مصر وفي الوطن العربي وفي العالم أجمع، الإنسان المؤمن لا يخاف إلا من الله تبارك وتعالى. وما يحدث الآن من انتشار هذا الفيروس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأهلها منه إن شاء الله. ما هو إلا ابتلاء للناس لكي يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. والمؤمن دائما وأبدا يؤمن بقول الحق تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أسأل الله تعالى أن يحفظ مصرنا وشعبنا من كل سوء إن شاء الله، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. طيب أستاذ عاطف، رأيك فيما تقوم به الحكومة المصرية في أزمة كورونا رغم عدم وجود الإمكانيات الرهيبة التي تمتلكها أمريكا وإيطاليا وأسبانيا، ورغم كل هذه الإمكانيات لم يتعاملوا مع الأزمة كما يكون، وتفوقت عليهم مصر وإدارتها وهي لم تمتلك مثل هذه الإمكانيات التي يمتلكوها. نعم والله بكل صدق وبكل إخلاص، أنا في ذهول من توفيق الله تبارك وتعالى الحكومة المصرية. الرئيس عبد الفتاح السيسي بارك الله فيه فعلا ليس مجاملة ولكن كلمة حق لابد أن تقال في حقه. لأول مرة في التاريخ نشعر أن الحكومة المصرية تتعامل مع الأزمات بإخلاص منقطع النظير، حبا في الشعب المصري، خوفا على الأرواح، خوفا على النفوس، مع أن إمكانياتنا المادية قليلة جدا بالمقارنة بتلك الدول التي ذكرت سيادتك، ولكن ما اتخذ من إجراءات احترازية لتفادي هذا الفيروس والله نحن في ذهول. وبارك الله في الحكومة المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل مصر وخارج مصر اليوم أو بالأمس أعلن أن مصر أو نفقات تكلفة كل العالقين خارج مصر على نفقة الحكومة المصرية. حقيقة جهد مشكور الحكومة المصرية. نشعر أيضا أنها تقوم بجميع ما يجب من إجراءات لحماية مصر والمصريين. طيب، على خلفية غلق المساجد يا شيخ عاطف، خوفا من انتشار المرض، ناس كثيرون يقولون: لماذا أغلق الله بيوته في وجهنا؟ سؤالي هنا، هل يصح هذا التعبير أو هذا القول؟ لا والله، يعني دائما لا ينزل بلاء إلا بذنب، هي ذنوبنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفرها لنا وأن يتجاوز أن يعاملنا بفضله، هي ذنوب. ولكن إغلاق المساجد وإن كان له في نفوسنا أثر لا يعلمه إلا الله، ونحن نشعر بكل الحزن وبكل الأسى لغلق الأبواب، ولكن هناك قاعدة فقهية تقول أن دفع الضرر مقدم على جلب النفع، أي أنني إذا رأيت شيئا خطرا أدفعه عن نفسي أولا ثم أبحث عن إفادة. أي تجمع في أي مكان، في المساجد، في الكنائس، في المقاهي، في أي مكان، في النوادي،
لا بد أن يغلق حفاظا على أرواح المصريين حتى لا ينتشر هذا الوباء بين المصريين، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فهو رأي جائز شرعا، وأجاز ذلك علماء الأزهر الشريف، علماء وزارة الأوقاف، وعلماء المسلمين، بل إن الحرم المكي والحرم النبوي على سكين الصلاة والسلام أغلق أيضا لهذا الأمر. فلا بد أن الضرورات تبيح المحظورات، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا أبواب رحمته وأبواب المساجد قريبا منه ولي ذلك. طيب، أحد الكارهين للوطن يدعون للهتافات الدينية بصوت عالي، فما الحكم في هذه المسألة من الناحية الدينية؟ يا سيدي الفاضل، الله تبارك وتعالى سميع بصير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا كان الله تبارك وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ألا يسمع دعانا؟ الله تبارك وتعالى يأمرنا بغض الصوت. الإنسان منا إذا أراد أن يدعو الله، يدعو الله تبارك وتعالى بصوت يتناسب مع جلال الله، مع قدر الله سبحانه وتعالى، حتى لا ينطبق علينا قول الحق وما قدر الله حق قدره. الدعاء يكون بين العبد وبين ربه، أما الخروج في مظاهرات للدعاء فهذا لا يتناسب مع أي من مبادئ الشرع الحنيف. الإنسان يدعو ويدعو ويدعو، وخاصة في قيام الليل في الصلوات بينه وبين ربه، أما الخروج في هذا المنظر بهذه المظاهرات فهذا لا يليق بحق المولى تبارك وتعالى. طيب، والله تعالى أعلم. ناس كثيرون يا أستاذ عاطف، ناس كثيرون حينما يقال لهم خذ حذرك، ارتدي الجوانتي أو الماسك، يقولون كده بهذا النص، يا عم خليها على الله، كأن من يأخذون حذرهم لا يقولون يا الله. والله إن هناك أسبابا خلقها الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى قال فأتبع سببا في سورة الكهف. الله تبارك وتعالى أمر مريم عليها السلام وهي في أضعف حالات المرأة أن تهز هذه النخلة، وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ألا يجب على العبد القادر وليس من العقل أن نأخذ بالأسباب؟ الطالب إن لم يستذكر دروسه هل يطلب النجاح من الله تبارك وتعالى؟ هذا ليس بعقل، هذا ليس بتفكير. العامل إذن يجلس في بيته ولا يعمل وينتظر راتبه الشهري، هل هذا يجوز؟ الإنسان منا مطالب أن يأخذ بالأسباب كأنها كل شيء، ويتوكل على الله تبارك وتعالى وكأن هذه الأسباب لا شيء. نأخذ بالأسباب ثم نتوكل على الله، لا نتواكل أي لا نترك الأسباب ونقول يا رب، بل نتوكل على الله تبارك وتعالى. وأول ذلك وأول هذا الأمر الإلهي أن نأخذ بالأسباب، وإلا كيف وصل العلماء إلى سطح القمر إلا بالأسباب؟ كيف تقرب المتقربون والصالحون إلى الله تبارك وتعالى إلا بالأسباب، إلا بالعمل، إلا بالصلاة، إلى غير ذلك؟ هذا جهل من بعض الناس، يجب أن يصحح عليهم العلماء هذا المفهوم الخاطئ، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. شيخ عاطف أحمد، أحد الدعاء بمدينة نجا حمادي محافظة إنا، بشكرك شكرا جزيلا. هطلع لفاصل وهرجع استقبل ضيوف الحلقه النهارده، الكابتن احمد ابراهيم والكابتن عبد الرحمن طه، وحلقه جميله جدا جدا بخصوص نادي باركتيلي بجورجيا. هنطلع لفاصل ونرجع لكم تاني نبدا حلقتنا. And down because he don't know language. You should write from his hand. Said it was. If this is my plan, should I see? What do you want to write? Sign. You should write that it was translated to me by the translator, and I agree everything on his language. He's from the Arabic. هنا موقع. العربي. لا لا لا. الآن موقع شو المعنى؟ توقيع اتفاقية اللاعب مصطفى الشرقاوي من مصر مع نادي باركتيلي جورجيا. لا اكتب بعد
شرح الإدارة هنا. لا بنود العقد لأن أنت ما تعرف جوزي. اهلا بكم مره تانية، وبرحب بضيوفي طبعا الكابتن احمد ابراهيم والكابتن عبد الرحمن طه. كابتن احمد اهلا بيكم، منورني كالعاده في برنامج نجم مصر. بنورك كابتن عمار، واهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. كابتن عبد الرحمن اهلا بيكم، منورني لاول مره ضيفي في برنامج نجم مصر. اهلا بيك كابتن، شرف ليا ان اكون موجود معاك النهارده مع كابتن احمد. ان شاء الله تكون حلقه تعب الكل. ان شاء الله ان شاء الله. حابب اتكلم طبعا، المداخله اللي بدات بيها الحلقه كان لازم ابدا بيها ولو البرنامج بتاعي رياضي، ولكن حتى لا تصاب الناس بالتشتت ولا يستغل الكارهين لهذه البلد الطيب مصر، ما فيش أي حد يقدر يستغلها، ما فيش حد يقدر يشتت بعقولها. فعشان كده حبيت أعمل هذه المداخلة النهاردة. معايا الكابتن أحمد إبراهيم والكابتن عبد الرحمن طه، هنتكلم بخصوص نادي فاركاتيلي الجورجي، نادي فاركاتيلي بجورجيا. الكابتن أحمد والكابتن عبد الرحمن طلعوا لنا لعيبه كتير من مصر لهذا النادي الاوروبي. النهارده هنتكلم معاهم، هنشوف ايه الاوراق المطلوبه، ايه الشروط عشان اي لاعب حابب ينضم لهذا النادي الاوروبي اللي ليه فرع دلوقتي في مصر، ايه الشروط. كل ده هنعرفه من الكابتن احمد والكابتن عبد الرحمن طه. خلينا نبدا بالكابتن عبد الرحمن، المفوض الرسمي بافريقيا لنادي فاركاتيلي بجورجيا. قول لي الفكره يا كابتن عبد الرحمن جت ازاي؟ هي الفكرة أولاً لازم أتكلم عن النادي وأشكر رئيس النادي طبعاً مستر ألين أيوس رئيس النادي. فكرة النادي عامة، النادي تأسس 2015 فاركاتيلي. الفكرة جت من رئيس النادي، اقترحها عليا بما أني كنت بلعب هناك في النادي هناك. فرجعت مصر فترة فحبيت القعدة في مصر، فمستر ألين اقترح عليا الحوار ده اللي أنا يعمل لي تفويض من النادي في أفريقيا كلها عامة مش في مصر بس. فجت احب اشكر برضو الهيئه الاداريه في النادي، كابتن داتو وكابتن حسام طبعا. فجت الفكره ان يعملوا تفويض من النادي في افريقيا كلها عامه وخصوصا في مصر. فهي الفكره مش حوار النادي بس، يعني انديه كتير، مصر فيها اكتر من 500 نادي، لكن الموضوع عامه ان انت يعني اللاعب اللي هيجي في النادي من خلال النادي يقدر يسافر بره، لان يعني انت عندك نادي في نادي الفرع الرسمي في بره في جورجيا. فمن خلال النادي ده محطه، يعني ده مش زي اي نادي، حتى يكون عندنا مدربين جورجيين، هيكون عندنا تبادل لعيبه، يعني هيكون عندنا لعيبه اللي من مصر يروحوا جورجيا ومن جورجيا هيجوا مصر عادي. يعني هنخش كاس مصر، هنخش درجه رابعه، هنضم ناشئين، هنضم كل المواليد. فان شاء الله تكون خطوه كبيره جدا، يعني حاجه هتعمل ضجه كبيره ان شاء الله بعد الازمه اللي احنا فيها. ان شاء الله بعد الازمه اللي احنا فيها تعدي وان شاء الله خير يعني. طيب خليني اروح لكابتن احمد ابراهيم، لاعب نادي الزمالك السابق وتجارب كتير طبعا في الدوري المصري. قول لي يا كابتن احمد، ايه الاضافه اللي حضرتك ممكن تضيفها لاي لاعب مصري من خلال هذا النادي الاوروبي؟ تمام. بص يا كابتن عمار، مبدئيا انت بتعد لاعب، بتعد لاعب انه العقليه بتاعته بدل ما يبقى متاثر بالجو اللي احنا فيه في الدوري المصري، لا انا ممكن اخلي اللاعب ده اغير عقليته قبل ما افيده تدريبيا، لان طبعا بره الوحدات التدريبيه وطريقه اللعب مختلفه شويه عندنا هنا في مصر. أكيد. فطبعا لازم اهيئ اللاعب ذهنيا الاول ان هو يقدر ان هو يتحمل الغربه والتمرين، لاعب يكون عنده عقليه احترافيه، يقدر ان هو يكون عنده مثابره، يكون لاعب طبعا يكون لاعب موهوب في المقام الاول. ثانيا لازم يكون اللاعب عنده يعني طموح لازم يوصل له، يعني مثلا انا طالع متغرب عشان خاطر انا احترف بره عشان اعمل نفسي اسم، اقدر حتى لو رجعت مصر يبقى انا عملت حاجه كويسه لنفسي بره، قدرت يبقى معايا بطاقه دوليه، اقدر ان انا العب في اوروبا في اي مكان، مفيش حاجه صعبه، خدت ان انا خلاص بقيت لاعب محترف. فطبعا احنا عشان نقدر نوصل للاعب اللي يقدر يسافر، احنا خدنا الفرع طبعا، انا عبد الرحمن طبعا كابتن عبد الرحمن هو المفوض الرسمي في افريقيا، انا المدير التنفيذي للنادي في مصر ومدير الفني لقطاع الناشئين والبرامج حتى الفريق الاول. بنقدر ان شاء الله نعمل فكره جديده تفيد اللاعب المصري الموهوب، لان احنا طبعا نشتغل على الاختبارات ان شاء الله باذن الله لما الدنيا ترجع باذن الله قريبا جدا هنعمل اختبارات. اللاعب الموهوب هيكون موجود معانا بشكل كويس، احنا مش واخدين الموضوع بشكل استثماري بحت، اللاعب الكويس هو اللي هيكون موجود معانا. ثانيا اللاعب اللي يستاهل يسافر بره هنسفره ومجانا، احنا في علاقه قويه جدا، في توأمه كبيره جدا ما بيننا وبين النادي في جورجيا، وان شاء الله نقدر احنا نوصل لمرحله كويسه نعد فيها لاعب محترف مصري. تمام. طيب كابتن عبد الرحمن، بعض الانديه
بعض الانديه الاستثماريه ممكن يجي لاعب مستواه 50 او 60% فبتقبله. فبتقول لك ده هيعلى معايا مع فتره الاعداد مع الماتشات الوديه مع الماتشات الرسميه، لا هيعلى وهيوصل ل 80 و90%. لا هو ال 50 و 60% ده هيفضل في مصر، يعني هيفضل في فرع النادي اللي في مصر، اما الاعلى من كده مستواه يأهله ان هو يلعب بره في اوروبا. لان ده نادي مسجل ويفا اتحاد اوروبي، يعني نادي اوروبي، يعني انت فاللاعب اللي هو فوق ال 70 او 60% لا هيسافر. اللي هنعمل تبادل بين لعيبه بين جورجيا وبين هنا. فاللاعب اللي هو ال 50 وال60 ده هنقعده هنا بفكر اوروبي، تدريبات اوروبيه، لان هيكون في مدربين اوروبيين، هيكون في مدربين من جورجيا، فتكون يعني خطوه كويسه جدا للكل، كبير وصغير الفريق الاول. هنعمل يعني ان شاء الله هنعمل ضجه كبيره جدا بالموضوع ده ان شاء الله، ما يكونش حاجه ما حصلتش قبل كده في مصر ان شاء الله. يعني كابتن احمد ابراهيم، قول لنا كده كل الناس اللي بتشاهدنا دلوقتي او كل اللعيبه اللي بتشاهدنا دلوقتي اكيد عايزين يسالوا او اكيد لسان حالهم بيقول ايه المواليد اللي انتم طالبينها او ايه المواليد، هل كل المواليد ولا مواليد بعينها؟ شوف يا كابتن، انا عندي براعم تمام، وعندي ناشئين خمس فرق ناشئين اشتركوا مسابقات، وعندي الفريق الاول. الفريق الاول عشان خاطر ابتدي اكون فريق اول مش ممكن ما ادخلش نسبه استثمار فيه بنسبه او الثالث تقريبا، ممكن ادخل 10 لعيبه بس بحيث ان هم يستفيدوا وسط زمايلهم. هدخل القائمه هتبقى لعيبه قويه بحيث ان انا لما اشترك في كاس مصر واشترك في بطوله طبعا هاخد نادي هنا في مصر كاسم فقط، لكن الاكاديميه والنادي والفرع هو نادي فاركتيل اللي هنا في مصر. اقدر من خلال المسابقات دي ان انا هكون من كل فريق لاعب يستاهل ان هو يحترف خارج مصر، ونقدر احنا نفيد اللاعب. ولما تلاقي ان في فعلا لعيب بيسافر واحنا مش هنغرم اللاعب اي شيء في سفره، اللاعب الموهوب فقط زي ما عبد الرحمن قال، انا هضيف على كلامه كمان، احنا اللاعب يبقى 60 70 80% عشان نقدر احنا نسفره بره ويتحمل فتره المعايشه بكل ما فيها، حمل بدني، تمرين، ممكن مثلا طرق اللعب المختلفه. فاحنا ان شاء الله بنعد مواهب كويسه تقدر ان هي تتشرف نادي فرع مصر في جورجيا، واحنا هنشترك جميع المسابقات ان شاء الله باذن الله. بس الفريق الاول احنا مأجلين شويه الكلام فيه لحد ما نشوف نخلص الاختبارات، لان انا مش هجيب لعيب فريق اول من اختبارات يا كابتن. تمام. لازم يكون لاعب مارس ولعب. تمام. طيب كابتن عبد الرحمن، بالنسبه للفريق الاول اخترتوا المدربين، المدير الفني للفريق الاول، المدير الفني لكل مرحله سنيه في قطاع الناشئين، ولا شايف ان ده لسه بدري في ظل الازمه الموجوده هذا الوباء وفيروس كورونا؟ حضرتك بالنسبه للفريق الاول هو في اتفاقيه بين رئيس النادي، وكلمني في حوار المدربين في الفريق الاول ان هو عايز يبعت لنا مدربين جورجيين من جورجيا، فطبعا بفكر اوروبي بتدريبات اوروبيه تكون حاجه محترمه جدا لمصر طبعا، واضافه لاي لاعب، لان بفكر اوروبي بتدريبات اوروبيه حاجه يعني ما حصلتش قبل كده يعني. فهي الفكره في الفريق الاول، يعني انا نفسي لاعب من الفريق الاول، يعني هنعمل فرقه كويسه جدا، يعني في اكتر من لاعب كان بيلعب بره جبناه، يعني في احمد صلاح لاعب نادي فاركاتيلي، في مصطفى الشراوي يعني ممكن نرجعه مصر، ممكن نعمل تبادل هنا وهنا، نزود الفرقه هنا ونزود الفرقه هنا، يعني هنحاول نعمل ان احنا نضيف اضافه كبيره، يعني هنحاول نعمل ضجه، هنخش كاس مصر، هنخش دوري، يعني ان شاء الله في كاس مصر عندنا طموح كبير جدا ان احنا نوصل 32، نوصل لابعد، يعني بنين فرقه لعيبه كلها بتلعب كانت بتلعب دوري ممتاز في مصر، ولاعيبه كلها سافرت احترفت بره، ولاعيبه رجعت، فبنعمل تبادل، هنجيب لعيبه من جورجيا، عندنا في نادي فاركاتيلي هناك حارس المنتخب الاول للمنتخب الجورجي بيلعب في نادي فاركاتيلي. تمام. فده ممكن نعمل تبادل، حارس منتخب جورجيا تعمل تبادل تضيفه هنا في مصر، فهنعمل فان شاء الله نعمل حاجه كويسه جدا ان شاء الله للكل يعني. طيب كابتن احمد، لعيبه كتير بتبقى موجوده في الصعيد، في اسكندريه، انتم المقر بتاعكم تقريبا هيكون في القاهره ان شاء الله. طيب لو في لعيبه في الصعيد او في لعيبه في اسكندريه، في البحيره، في الفيوم، وانت عارف ان اغلبيه المحافظات دي بتبقى موجود فيها كميه مواهب غير عاديه، اكيد اكيد طبعا، فهتعملوا اختبارات في كل المحافظات، ولا اي حد لاعب سواء من الصعيد، من الفيوم، من اسكندريه يجي لكم المقر الرئيسي في القاهره؟ لا احنا يا كابتن، احنا مش هنكتفي ان احنا نعمل اختبارات داخل القاهره فقط، احنا ان شاء الله هنتحرك في جميع المحافظات باذن الله، لان طبعا مش هينفع ان انا اللاعب يجي لي من سفر عشان ينزل الملعب يأدي ربع ساعه نص ساعه واكون عايز يطلع كل اللي عنده، ابقى انا كده ظالمه. لا انا اقدر ان انا اروح للاعب هناك في محافظته، واللي عايز يجي هنا يختبر مفيش اي مشكله خالص. بالنسبه طبعا في لعيبه، انا هضيف لعبد الرحمن اللي قاله، في لعيبه احنا يعتبر بنخلص معاهم، في محمود حنفي لاعب السك السابق ونجوم مصر، في مختار فتح الله، في محمد صلاح،
في مصطفى الشرقاوي ده خلاص ربنا كرمه ان شاء الله وربنا يوفقه يا رب. مصطفى الشرقاوي يستاهل كل خير طبعا. في طبعا اسلام الدسوقي وفي مصطفى. دول اللعيبه اللي هم طلعوا بره يا كابتن احمد؟ اه اسلام ومصطفى الشرقاوي ومصطفى لطفي دول ان شاء الله ايه خلاص يعني بنسبه كبيره باذن الله دول موجودين. دول خلاص رايحين؟ اه رايحين بس اللي خلص منهم مصطفى الشرقاوي. اه ده مولد اللي هو الفيديو بتاعه دوت موجود حاليا دلوقتي. في بقى محمود حنفي لاعب نادي السكه ولاعب طيب نادي بومبا. مصطفى الشرقاوي ده مولد كام؟ مولد 6. مصطفى الشرقاوي 96. ده فريق اول يعني درجه اول. تمام فيرست تيم. وفي اللي هو محمود حنفي برده ده مواليد 97 لعيب كويس برده. ده نقدر ان احنا ان شاء الله نعتمد عليهم خارج مصر. دول لعيبه تقدر فعلا تشرفنا بره. طيب انا ملاحظ حاجه في الدرجه الاولى يا كابتن احمد، انا ملاحظ انكم انتوا مركزين على الاعمار السنيه الصغيره. اكيد يا كابتن طبعا. اللي هي 21 سنه و22 سنه. هقول لحضرتك على حاجه كابتن مهمه جدا. انت اللاعب لما يكون صغير بتقدر تشكله. بتقدر تشكله، بتغير طريقه تفكيره لو هي هتضره. تقدر ان انت تكتسب عقليه احترافيه. يقدر ان هو يكون عنده مصابره ان هو يقدر بره يتحمل الضغوط والتمرين وكل الكلام دوت. اما بالنسبه للاعيب الفيرست تيم لعيب كويس، انا اللعيب اللي بسفره بيكون لعيب سي في بتاعه كويس متوسط، مش شرط يكون قوي بنسبه كبيره. ده اللعيب اللي احنا بنقدر نعتمد عليه ويسافر بره. واللاعب الموهوب اللي احنا متوقعين ومتاكدين ان هو لاعب فعلا موهوب، ده اللي احنا بنقدر نطلعه بره مصر ونبقى مطمنين اللاعب ده هيعمل حاجه بره. وطبعا الملعب بيبقى بتاعه. بس احنا بنركزها على المراحل السنيه الصغيره. قلت لحضرتك وهضيف ان العقليه بتفرق ما بين اللاعب الكبير وما بين اللاعب الصغير. اللاعب الصغير شو تقدر تشكله بتفيده لما بيسافر بره بيحقق اللي هو عايزه، انه بيبقى عنده حلم طبعا وعنده طموح لازم يحققه. تمام. طيب خليني اروح للكابتن عبد الرحمن. كابتن عبد الرحمن، الموضوع ده لسه اول موسم يعتبر في مصر او اول موسم في افريقيا عامه؟ يعني لسه هتبدا بمصر مثلا ثم مثلا المغرب او تونس، ولا في بلاد افريقيه او دول افريقيه بداتوا بها في الفعل؟ لا لا، احنا حاليا مستقرين في مصر يعني. بنبداها من مصر طبعا. اول خطوه هنا في مصر يعني. طبعا الدوري المصري من اقوى الدوريات في افريقيا يعني. طيب معلش يا كابتن عبد الرحمن، قول لي بصراحه كده، نجوميه محمد صلاح او احتراف او نجاح محمد صلاح في الدوري الانجليزي خلى الانديه دي تركز مع الناشئين في مصر او مع اللعيبه في مصر؟ طبعا طبعا. كنت بمشي في الشوارع هناك في جورجيا، طبعا اي حد يعرف ان انا مصري، طب محمد صلاح، كلمه محمد صلاح على لسانه غير مصر خالص، بيسيب مصر على جنب ويتكلم عن محمد صلاح. فمحمد صلاح الحمد لله عامل لنا سمعه كويسه جدا بره يعني، في الكره المصريه، شرف الكره المصريه كلها بره. في لاعب يا كابتن بعتبره مفاجاه. تمام. مواليد 93 مصري برضه. مصري. من طنطا. تمام. اسمه ضياء. ده كان يلعب في الاول يا كابتن احمد؟ مدافع. ده انا لعب في غزل المحله، هو لعيب كره مارس ولعب. في صورته. وعلى فكره في حاجه عايز اقول لك عليها. اعرضوا لنا يا جماعه الصور. استاذ محمد الملكي اعرض لنا بعد الصور. عارف يا كابتن كره الناس اللي هو زي ابراهيم سعيد وهاني سعيد، الناس اللي هي بتزيد بالكره وبيبني هجمه. تمام. من نوعيه اللعيبه ديت هو اللاعب ضياء. كابتن احمد مين اللي بيقوم على اختيار اللعيبه؟ انا. نعم يا كابتن مصر. مين ايه؟ انا ده اللي في النادي. ده في الجيم ده يا كابتن؟ ده في الجيم. ده رئيس النادي مستر قالنا يوسف، بحب اوجه له التحيه يعني. اشكره جدا. ده احمد صلاح طبعا لاعب نادي فركاتيلي. احمد من طنطا. ده من جورجيا؟ لا ده من طنطا. ده محمد صابر. محمد صابر برضه من اللعيبه الكويسه. محمد صابر ده بيلعب رجليه الاثنين، لعيب محترم. ده النادي طبعا. ده شعار النادي. فطبعا يا كابتن. طبعا ضياء لاعب مميز جدا. اقول لحضرتك كورته زي كوره هاني سعيد وابراهيم سعيد. لعيب كويس جدا يا كابتن. ده في طنطا وده بيلعب في غزل المحله. كان بيلعب في غزل المحله. ده ان شاء الله هيبقى باذن الله مفاجاه كويسه جدا الفتره الجايه باذن الله النادي ان شاء الله. نفس المجموعه يا كابتن عبد الرحمن اللي بتقوم باختيار اللعيبه الناشئين في قطاع الناشئين هي نفس المجموعه اللي بتقوم باختيار لاعبي الفريق الاول؟ لا طبعا، في فريق كبير، لان الفريق زي ما قلت لك احنا مركزين عليه تركيز تام، اللي احنا ناويين نعمل حاجه كبيره، اللي احنا عايزين نصعد كاس مصر، عايزين نعمل حاجه نصعد درجه ثالثه ان شاء الله. هنبدا من الدرجه الرابعه طبعا، عايزين نصعد درجه ثالثه. فان شاء الله يعني احنا بخبره اوروبيه، الفريق الاول هيتم اختياره بخبره اوروبيه. بمدربين اوروبيين من جورجيا، في من روسيا، هيجي من اذربيجان. فان شاء الله خير يعني باذن الله. تمام. كابتن احمد، تجارب السابقه ليك سواء مع نادي نجم مصر او مع بعض الانديه، خلاص دلوقتي حضرتك مركز تركيز كامل مع نادي فركاتيلي بجورجيا اللي هو الفرع بتاعه في مصر، ولا في برضه لسه حضرتك على علاقه ببعض الانديه؟ هقول لحضرتك الحاجه يا كابتن مصر، انا اشتغلت في نادي الترسانه الموسم اللي فات مع كابتن يحيى امام. بصراحه انا يعتبر في التدريب لسه ببتدي الحياه التدريبيه. لكن من ناحيه التسويقيه شاطر. ولا برضه ناحيه التدريب الحمد لله يعني. انا اكتسبت خبره ما طبعا. قطاع البراعم في نادي الترسانه او قطاع الناشئين مع كابتن يحيى امام بصراحه قدر هو يصعد بشكل كويس كل المراحل السنيه. اتعلمت بصراحه النظام بصراحه عشان اكون صريح وادي كل حد حقه. طبعا اللي انا بكتسبه من هنا بقدر ان انا افيد بيه النادي بتاعي.
انا كابتن بكون مركز في مكاني، لما اكون مركز في المكان اللي هو بتاعي بحط فيه كل الخبرات اللي انا اتعلمتها، ومش عيب هفضل اتعلم، هفضل اتعلم. طبعا في نجم مصر اشتغلت مع كابتن حسام عبد المنعم، طبعا كنت حضرتك طبعا رئيس النادي. كابتن حسام عبد المنعم طبعا من اللعيبه الكبار في منتخب مصر ونادي الزمالك، طبعا اسم كبير. طبعا استفدت منه. اي نعم هو ما طولش معانا كتير، بس طبعا يعني قدرت ان انا استفيد بعض الخبرات، وحضرتك كنت عامل حاجه كويسه برده. فان شاء الله احنا شايف ان انا وعبد الرحمن هنعمل حاجه ده في مصر. نتمنى ان فعلا اللاعب الموهوب هو اللي كل ما كان معانا، واحنا ان شاء الله مش هنظلم حد، ندي فرص كامله لكل اللاعبين، ونقدر ان شاء الله نحقق حاجه كويسه باذن الله من خلال النادي في مصر. لان احنا طبعا احنا اللي بيربطنا ما بين نادي فاركاتيلي في جورجيا ان احنا نحقق نتائج. احنا مش واخدين فريق عشان نستثمر فقط لا غير. لا، انا الاستثمار عندي هيكون موجود، بس مش بنسب كبيره في نفس الوقت. لا، انا لازم اجيب اللعيب الكويس يا كابتن اللي انا اقدر افيده، ما اجيش سنه وامشيه. ما ممكن يكون عندي لعيب كويس يبقى انا كده بشيل لاعب احط لاعب عشان خاطر المكسب المادي. لا، اللاعب الكويس هو اللي بيكمل معانا، بقدر ان انا افيد اللاعب، بعمل شغل كويس، هو ده اللي بيستمر يا كابتن. تمام. في سؤال مهم كده كابتن عبد الرحمن، ممكن دلوقتي بعض اللعيبه اللي بتتابعنا اللي هي في بعض الانديه الغير مقتدره ماديا، بعض الانديه اللي ممكن لو حضرتك طالب منها لعيب مش بتبالغ في الامور الماديه، يعني ممكن لو لاعب ناشئ عنده 12 او 13 او 15 سنه، ممكن لو حضرتك حابب تتعاقد معاه لو 2000 او 3000 جنيه ما بيوقفوش في طريقه. في دماغكم او ده من ضمن او موجود في المنظومه ان لو بي بعض اللعيبه المميزه او اللعيبه السوبر موجوده في تلك الانديه الضعيفه ماديا، ممكن مثلا لو هم مطالبين في 2000 او 3 او لحد 5000 ممكن تتعاقدوا معاه، ولا النقطه دي مش موجوده؟ لا، النقطه دي مش موجوده نهائي، لان احنا بندور على اللعيبه. يعني في لعيبه يعني ما بتلعبش في انديه خالص وافضل من اللعيبه اللي بتلعب في الدوري الممتاز. يعني في لعيبه قاعده في بيوتها يعني افضل بكتير جدا من اللعيبه اللي بتلعب في الدوري الممتاز. معنى كلامك يا كابتن عبد الرحمن لو في لاعب مقيد او على ذمه نادي هيبقى صعب ان هو يكون موجود معاكم. لا صعب، انا بدور على اللاعب الموهوب اللي هو قاعد في بيته، او اللاعب اللي مش لاقي فرصه، انا بديله الفرصه الكامله. يا ريت يا جماعه نظهر رقم الكابتن عبد الرحمن او رقم الكابتن احمد ابراهيم على الشاشه، يا ريت عشان اللي حابب يتواصل مع فريق او مع نادي فاركاتيلي الجورجي يقدر يتواصل معهم. يا ريت، ايوه يا ريت تعرضوا لنا الارقام دي يا جماعه. رقم كابتن عبد الرحمن طه اللي حابب يتواصل معاه او اللي حابب ينضم لنادي فاركاتيلي الجورجي بمصر، ادي الرقم قدامكم، كلموه بعد الحلقه وتواصلوا معاه، وشوفوا في فتره الاعداد هتبدا امتى، وشوفوا ايه اللي انتم طالبينه، او شوف هم ايه شروطهم. كابتن عبد الرحمن، فتره الاعداد هتستنوا لغايه ما الدنيا توضح بالنسبه لازمه الوباء فيروس كورونا، ولا انتم محددين وقت معين تبداوا فيه؟ هو ان شاء الله احنا مستنيين 15 يوم الجايين دول. احنا جهزنا موضوع الملعب، احنا استقرنا حاليا على 4 ملاعب. طيب، في الجيزه ولا في القاهره؟ هو عندنا 3 ملاعب في الجيزه وفي ملعب في القاهره. تمام. فاحنا حاليا استقرنا على 4 ملاعب دول. طيب، لسه هتستقروا على ملعب منهم ولا لا هيكون في اكتر من ملعب؟ لا، هيكون عندنا اكتر ملعب ان شاء الله. اكتر من ملعب عشان المسافه بين اللعيبه واللعيبه. في لاعب يقول لك الملعب ده بعيد عليا، فاحنا بنقرب المسافه للكل. فان شاء الله احنا هنستقر على ملعبين ان شاء الله. طيب كابتن احمد ابراهيم، بعض اللعيبه ممكن لاعب دلوقتي يكون بيتابعنا من هنا، من نجا حمادي، من سوهاج، من اسوان، من اسكندريه، من اي مكان، او من خارج القاهره والجيزه. السؤال هنا اكيد اي لاعب دلوقتي بيسال بيقول طب انا لو لعيب مغترب هروح واجي، ولا حضرتكم او حضراتكم هتوفروا لي سكن؟ لا، فانتوا هتوفروا سكن للعيبه المغتربه؟ لا، هو طبعا صعب ان اللعيب يروح ويجي ازاي. انا كده بفيده ولا بضره؟ لا طبعا، الالف ب يا كابتن كوره انك انت لازم اللعيب تهيئه نفسيا ان هو يقدر ينزل الملعب يأدي، يكون صاحي من نومه ورايح التمرين، مش جاي من سفر عشان خاطر ينزل الملعب. يعني بتوفروا سكن للاعيبه المغتربه؟ ده اكيد يا كابتن. طيب، مفيش نادي. بص يا كابتن، المنظومه اللي عايز تنجح اذا ما كانتش تبقى منظومه متكامله مش هينجح. انا عايز انجح، يبقى انا اعمل ايه؟ الف ب ان سكن اللاعب لازم يكون موجود. في لائحه محطوطه لازم انفذ اللائحه دي. ادي الفكره، بس فاحنا بنعمل حاجه كويسه عشان تنجح. طيب كابتن عبد الرحمن، انا عايز رساله منك توجهها لكل لاعب ما خدش فرصته، لكل لاعب فضل يخوض في الاختبارات في اكثر من نادي وفي الاخر اتقال له شكرا، شكرا ليه؟ بسبب الواسطه او باي اسباب اخرى. فاي لاعب ما خدش فرصته تقول له ايه؟ هو احنا في الفكره بتاعتنا الوسط، لا موجود لا واسطه ولا فلوس، ولا مين دفع كام، ولا مين ابن مين، ولا الكلام ده كله موجود معانا. هو اللي موجود معانا موهبتك انت والملعب بس. لان انا جايب لك فكر اوروبي، يعني الحمد لله الواحد قعدت في اوروبا 4 سنين، فانا جايب لك فكر اوروبي. فاللي انا بقدر اديهولك ان انا بديك الملعب والفرصه، اقول لك مع انت وانت والملعب، بيني وبينك الملعب، ما ملكش عندي غير الملعب، لا فلوس ولا واسطه ولا الكلام ده كله. فمن خلال النادي يعني بتقدر توصل من خلال النادي هنا في مصر بتقدر توصل لهناك في اوروبا، ومن جورجيا بتقدر تروح على اي مكان انت عايزه، اي دوري في اوروبا كلها عامه.
فان شاء الله انا عايز اقول لهم بس انتظروا افتتاح النادي. يعني دي الحاجه اللي هم ينتظروها، انتظروا افتتاح النادي. حاجه ان شاء الله هتفيدك، هتفيد الكل ان شاء الله. طيب كابتن عبد الرحمن، بعد اللبس او لبس اللاعب هيكون من هنا من مصر ولا هيجي من خلال النادي الرئيسي؟ هو كان احنا كان جاي لنا دفعه لبس في قبل الكورونا، قبل الحظر ما يتعمل، قبل وقف الطيران كان جاي لنا دفعه لبس، لكن ما وصلتش لحد الان، ما وصلتش. فاحنا ان شاء الله احنا بدانا هنا في مصر في مع مصنع ملابس هنا في مصر، وان شاء الله هنبدا من هنا من مصر. هنبدا باللبس من هنا من مصر يعني ان شاء الله. تمام. كابتن احمد، هيكون ليك دور تدريبي او دور فني في قطاع الناشئين؟ اكيد، انا بحكم ان انا مدير تنفيذي بس انا شغلي الملعب برضه يا كابتن، هكون موجود باستمرار، هكون موجود طبعا في الجهاز او على راس احد الاجهزه الفنيه في الناشئين او في البراعم، اكون شغال. انا طبعا ده التدريب هو مهنتي، وكره والملعب هو شغلي. انا ممكن اكون في الوضع بتاعي ان انا كمدير تنفيذي للنادي، بس انا موجود في الملعب. فطبيعي ممكن بشكل كبير هكون ان شاء الله مدير فني لاحد فرق الناشئين او البراعم ان شاء الله في النادي، لما يحصل اجتماع ويتم ان شاء الله الاتفاق على كل شيء باذن الله. تمام. كابتن عبد الرحمن، مش هيكون في كوادر تدريبيه من الدوري الممتاز من اللعيبه اللي هي سبقت ان هي لعبت في الدوري الممتاز؟ لا هو في الفريق الاول مستحيل، لان زي ما قلت لك الفريق الاول ان شاء الله نعتمد على تدريب اوروبي، فكرة اوروبي. عايزين ندخل الفكره دي لمصر، عايزين نغير الكره في مصر العشوائيه اللي احنا بنشوفها في الدرجه الثالثه والرابعه. عايزين الكل يبقى زي الدوري المصري، يبقى في سواسيه في الكوره في مصر. احنا دي الحاجه اللي ناقصانا في مصر، اللي هي السواسيه في الكوره، ان الكل يبقى زي بعضه، مفيش لا درجه رابعه. هناك في جورجيا الدرجه الثالثه والرابعه كل بيتصور، كل بيتشاف. لما يعني بقول لك فاركاتيلي ممتاز به، منه الحارس بتاع المنتخب، ومنه لعيبه المنتخب، اغلب لعيبه المنتخب من فاركاتيلي. فانا بقول لك الكره هناك سهله، فانا عايزين نوصل الفكره دي، اللي هو بص الدرجه الرابعه فيها لعيبه، فيها ناس هتديك، فيها ناس تدفعك للمنتخب، فيها لعيبه مدفونه قاعده في بيوتها، فيها لعيبه ناشئين تقدر تحترف تفيدنا بره. فهي ان شاء الله هي الفكره كلها عامه تبدا من الدرجه الرابعه. عايزين الكل يبص لنا ان شاء الله، ماتشاتنا كلها مذاعه ان شاء الله، كل الماتشات مذاعه على انظف استادات في مصر، فان شاء الله نقدر نفيد الكل ان شاء الله باذن الله يعني. طيب كابتن احمد، رسالتك او نصيحتك لكل لاعب ايضا ما خدش فرصته. طبعا بنصح اللعيبه اللي هي اللي شايف نفسه ان هو يقدر يعمل حاجه، اللي يكون عنده طموح يقدر ان شاء الله يكون موجود معانا، وما يكونش مثلا خايف او عنده قلق من حته ان هو يتظلم او ما ياخدش فرصته معانا. لا طبعا انا بنصحهم يكونوا ان شاء الله يكون وجهتهم، نقدر نعمل لهم حاجه تفيدهم في مستقبلهم عامه. اللاعب الكويس زي ما قلت لحضرتك، اللاعب الكويس الموهوب هو اللي هيكون ليه دور معانا ان شاء الله في الفريق. يتواصلوا معانا واحنا ان شاء الله نقدر ان احنا نساعدهم على قدر الامكان، ونقدر ان احنا نعمل منهم حاجه كويسه ان شاء الله للكره المصريه عامه باذن الله يعني. طيب كابتن احمد، لعيب حضرتك تعاقدت معاه او كنت شايف ان ده كويس وشايف ان ده يصلح ان هو يحترف في الدوري الاوروبي بعد انتهاء الازمه العالميه ان شاء الله، اللاعب ده لو كويس ممكن في نص الموسم يحترف ولا لا، ولا مثلا لازم في نهايه الموسم ليله ما يروح اوروبا مثلا؟ لا هو بالطبع انا مش هقدر ان انا امسك في لاعب بمجرد ان انا بلعب دوري هنا غير الدوري اللي هناك. لا، اللاعب يجي له فرصه اهلا وسهلا بيه، حتى لو في نص الموسم يا كابتن، حتى لو في نص الموسم لو انا اشد الاحتياج لهذا اللاعب. لا اللاعب انا عندي اولويه، مش هتقف في طريقه. رقم واحد ان انا افيد اللاعب بتاعي رقم واحد، والنجاح شغلي هنا في النادي ان انا اقدر ان انا اثبت للجميع ان انا فعلا بطلع لعيبه المميز اللي ربنا بيكرمه، واللي بيجتهد بيلاقي. فانا مش هعمل غير ان اللاعب الكويس يطلع في اي وقت، ما يهمنيش حتى لو انا محتاجه في اشد الاحتياج ليه، جات له فرصه يقدر يتفضل وهساعده ونكون وراه، لان دي رسالتنا على فكره، ودي رساله برضو رئيس النادي كابتن الين، هو اللي يقدر، هو اللي وجهنا، وجه عبد الرحمن بشكل كبير ان هو نقدر نشتغل على الحته دي، ان احنا نفيد اللاعب اكتر بشكل اكبر يعني. تمام. بعض اللعيبه يا كابتن عبد الرحمن بسبب هذه الازمه الحاليه او الازمه الوبائيه بيحصل لهم بعض الاحباط، او تلاقي دايما او العزيمه بتقل، او في بعض اللي هو حصل له احباط حاسس ان الدوري مش هيشتغل، حاسس ان هو مش هيلعب تاني في الوقت اللي جاي. فبرضه رسالتك او نصيحتك ايضا للاعب ده، اللاعب اللي هو كان مثلا وصل لفورمه معينه او فورمه عاليه، وبسبب الظروف اللي احنا بنعيشها دلوقتي كل اللعيبه ما فيش يمكن يا كابتن احمد اي ملعب حاليا متاح ان اللعيبه تتمرن عليه او تجهز عليه. فبعض اللعيبه المحبطه تحب تقول لها ايه؟ هو احنا مبدئيا احنا عاملين فتره اعداد كويسه جدا، احنا عاملين معسكرات في شرم، عاملين معسكرات في مرسى مطروح، عاملين معسكرات في كذا مكان، يعني هنأهل اللاعب ان هو يعني هيبقى اعلى مكان قبل كده. فان شاء الله الحته اللي احنا مش خايفين منها، احنا لاعبين الحته دي كويس جدا، عندنا مدربين زي ما قلت لك برده مدربين اوروبيين
تأهيلات أوروبية كلها في معسكرات في أنظف أماكن. فإن شاء الله يعني فترة وتعدي، أزمة بسيطة جدا وتعدي إن شاء الله يعني. إن شاء الله. كابتن أحمد، رسالة إطمئنان، رسالة إطمئنان لكل لاعبي مصر، تقول لهم إيه؟ والله أهلا بكم في أي وقت. نادي فاركاتيلي يساعى الجميع، جميع الموهوبين في مصر اللي اتظلم او اللي راح اختبارات ما فيش منها اي جدوى، يقدر ان شاء الله ينورنا في النادي، يقدر ان هو يستفيد بشكل كويس، يكون موجود ويقدر ان هو يحقق جزء حتى من حلمه يعني، لان احنا مش هنقصر مع اي لاعب يكون موجود معنا، هنهيئ له الجو الملائم جدا ان هو يقدر يطلع كل اللي عنده ويثبت نفسه بشكل اكبر عشان يبقى عنده طموح انه يطلع بره ان شاء الله. فاحنا بنشتغل على الحته دي يا كابتن. انا بنصح اللاعب اللي هو شايف اللي هو بيسمعنا دلوقتي، اللي هو شايف ان احنا فكره بقتنا جديده وكويسه ومفيده جدا ليه، يقدر يتواصل معنا، واحنا ان شاء الله باذن الله مش هتكون اخر حلقه باذن الله، هنسوق للنادي بشكل كويس عشان احنا عايزين جميع المواهب. لان كابتن الاختبارات اللي بتبقى 10 دقايق دي، او انت عارف الموضوع بيبقى ماشي ازاي، اختبارات بتبقى فتره بالنسبه لرؤساء القطاعات وبتعدي اهو، عملنا الاختبارات وخلاص، مفيش حد مفيش منها اي جدوى، ما حدش بيستفيد من الاختبار دي بالمره. فاحنا بنقدر احنا ندي اللعيب فرصه يتأيد في الاتحاد المصري لكره القدم، بيلعب مسابقه محترمه تابعه للاتحاد المصري، بيتشاف بشكل كويس. الدوري هيكون تابع لمحافظه القاهره ولا الجيزه؟ ان شاء الله هنا او هنا يعني. احنا مركزين مش عايزين نعلن دلوقتي لان احنا لسه بنتمم الاتفاق بشكل محترم مع الانديه المتاحه حاليا معانا. لما يتم الاتفاق بنقدر ان احنا نعلن بشكل قوي. اللاعب بيتأيد وبيلعب عندنا، ماتشاته بتبقى متصوره بتتبعت للنادي بره. طبعا حضرتك عارف ان هو بيتابعونا بشكل كويس، واللعيبه المدربين اجانب وهيتابعوا معانا الموضوع، لان طبعا يهمهم في المقام الاول ان لاعب نادي فاركاتيلي فرع مصر يكون ناجح جدا، والا ما كانوش فكروا ان هم يعملوا الفكره دي في مصر، لان هم عندهم ثقه ودرايه كامله ان في مصر في مواهب محترمه. وطلع طبعا سمع كتير امثال محمد صلاح طبعا وكابتن احمد حسن وهاني رمزي ومحمد زيدان، ورب ما كنتش ناسي حد يعني. تمام. برضو بعد او اعزائي المشاهدين، عايز اوضح حاجه. نادي فاركاتيلي هو مفيش حاجة في مصر، أو مفيش نادي في مصر موجود اسمه فاركاتيلي، ولكن المسألة بتكون إزاي؟ بيجي نادي فاركاتيلي ده بيتعاقد مع أي نادي درجة رابعة. فعلاً. يعني نادي فاركاتيلي ده بمسمى الراعي، يعني لو نفتكر السنة اللي فاتت أنا كان عندي نادي الشمس، كنت دائماً أقول نادي نجم مصر، نجم مصر ده الرعاية. لكن مفيش نادي موجود في مصر اسمه نجم مصر، ولكن نجم مصر كانت الرعاية بتاعة نادي الشمس بأسوان اللي هو الموسم اللي فات او الموسم المنقضي. فنادي فاركاتيلي ده المكان الاساسي بتاعه او المقر الرئيسي ليه في جورجيا، ولكن الناس حابين ان يكون لهم فرع في كل دوله في افريقيا، سواء في تونس في مصر، فالناس طبعا حبوا يبداوا بمصر. هوضح حضرتك بس حاجه، اتفضل. معلش انا اسف يا كابتن. طبعا بالنسبه لحضرتك دول طبعا كلام سليم. بس انا برضو هضيف على حضرتك على الكلام حضرتك قلته. هو فعلا زي ما حضرتك بتقول كده، احنا هناخد اسم نادي محترم ونروح نلعب بيه طبعا. بس احنا مش بنستخبى ورا اسم النادي ده، لا، احنا جايين نعمل حاجه من خلال النادي دوت. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوصل فكر جديد في مصر. ما فيش يا كابتن انشقاق او ان انا متداري ولا ستاره نادي فاركاتيلي عشان خاطر ان انا اجمع لاعبين، لا، ما فيش الكلام ده خالص. النادي موجود بالفعل بالاوراق، معانا تفويض رسمي في تفويض رسمي باسامينا شغالين عليه، وان شاء الله يوصل عن طريق وزاره الشباب والرياضه وعن طريق اتحاد الكوره. هنشتغل بشكل قانوني جدا قدام الناس كلها على المكشوف. واللي هيثبت كلامنا نجاحنا لما اللعيبه لما الناس تسمع ان في لعيبه طلعت من نادي فاركاتيلي. هنكون موجودين، هنكون موجودين، بس لما الناس تسمع ان في لاعب واثنين وثلاثه وعشرة سافر، اللاعب بياخد فتره معايشه، بياخد فرصته كامله. لا، اكيد ان شاء الله يبقى اختار الاول ليهم فاركاتيلي ان شاء الله. كابتن عبد الرحمن، رسالتك الاخيره لمين تحب تقول لهم ايه؟ هو طبعا لكل اللعيبه اللي قاعده في بيوتها، واللي مش لاقي نادي، واللي مش لاقي فرصه، واللي اتظلم في نادي، واللي زي مواليدي انا من ضمن اللعيبه اللي اتظلمت. انا مواليد 98. يعني كنت بلعب مع السبع. لكن لعبت هنا في مصر يا كابتن ولا في الجيش؟ لعبت في طلائع الجيش هنا، ولعبت في مصر التعدين، كنت بلعب في نادي سوق، فلعبت في كذا نادي في مصر يعني. لكن من ضمن اللعيبه اللي اتظلمت ان انا كنت مواليد 98، ما بلعبش مع مواليدي، بلعب مع السبعه او مع السته. فانا بوجه رساله للعيبه اللي هي قاعده في بيوتها، اللي هو ما لقاش فرصه زي حالاتي مثلا. فان شاء الله خير باذن الله للكل. ويتواصلوا معاك خلال هذا الرقم اللي ظاهر على الشاشه دلوقتي ان شاء الله. كابتن عبد الرحمن، سعيد جدا جدا انك كنت معانا. ربنا يخليك، الشرف ليا والله يا كابتن. ربنا يخليك كابتن احمد. طبعا كالعاده شرفتنا ونورتنا كالعاده يا كابتن. ان شاء الله اكون موجود مع حضرتك دايما، ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. ان شاء الله. برضو يا جماعه هبقى متواصل مع الكابتن عبد الرحمن طه ومع الكابتن احمد ابراهيم، وهيكونوا ضيوفي هنا تاني، وهنتابعهم اول باول، هيكون في متابعه اسبوعيه ان شاء الله بعد ما يبتدوا. هنطلع لفاصل ونرجع نستقبل احمد شعبان لاعب نادي نجم مصر. فاصل ونرجع لكم تاني.